رواية عن أم سلمة قالت: كان النبي نائما في بيته فجاء الحسين يدرج. قالت: فقعد على الباب، وعمره ما يتجاوز 5 سنوات، فقعدت على الباب فأمسكته مخافة أن يدخل فيوقظ من؟ النبي الأكرم. قالت: ثم غفلت في شيء فدب فدخل فقعد على بطنه. من؟ الإمام الحسين جالس على بطن من؟ على بطن خاتم الأنبياء والمرسلين. فقال إنما فقال قال فسمعت، التفتوا للجملة، مو عيناه تفيضان، فسمعت نحيف رسول الله ينحر. ما أدري والله بعد، والأمر إليكم، يعني أن رسول الله ينحب للحسين، ينحب، مو أنه دموع على عينيه، لا لا لا، ينحب. يعترضون علينا يقولون: لماذا أنتم هذا البكاء، هذا الصراخ، هذا النحيب، هذا النحيب، من أين جئتم بهذه البدع؟ إلا إذا كان أول مبتدع هو من؟ هو رسول الله. قال: فسمعت نحيب رسول الله فجئت فقلت: يا رسول الله، ما علمت به؟ فقال: إنما جاءني جبرائيل عليه السلام وهو على بطني قاعد. أنا لا أعلم لماذا أن جبرائيل كان مترصد لرسول الله. أينما اختلى بالحسين لابد ماذا؟ أن يذكره بماذا؟ بمصيبة الحسين. ما السر؟ وكان سر أعظم، هذا السر الأعظم الإلهي، قضية الحسين. قال: فقلت: يا رسول الله، إنما جاءني جبرائيل وهو على بطن قاعد. فقال لي: أتحبه؟ فقلت: نعم. قال: إن أمتك ستقتله. أمة من؟ أمة الإسلام. ألا أريك التربة التي يقتل فيها؟ لا أعلم أي سر في هذه التربة. ثم هو يقتل، لماذا؟ قيمة ماذا؟ للتربة. للتربة. وهذا معناه أن هناك السر، لا بل أسرار لا يعلمها إلا الله في تربة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه رواياتكم، هذا تراثكم، هذا تراث المسلمين، هذا مو تراث واحد واثنين حتى أنتم تتهربون منه. فقلت: بلى. قال: فضرب بجناحه فأتاني هذه التربة. قالت: فإذا في يده تربة حمراء. إذن أعزائي، قضية اعتبار يوم الحسين التي هي من أيام الله الكبرى، يوم الحسين واقعا أذل عزيزنا كما في النصوص عندنا. ولا يذكر التاريخ، هذه أخذوها مني، ولا يذكر التاريخ أن أحدا بكى عليه نبي من الأنبياء، أو بكى عليه الأنبياء، أو بكى عليه سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين قبل مقتله، إلا من؟ إلا الإمام، إلا الحسين عليه الصلاة والسلام. وكان بعده، أنا لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان بعد رسول الله، لو كان حاضرا، لو كان حاضرا. والروايات موجودة أنه في يوم العاشر من المحرم بيده قارورة يجمع دم الحسين وأصحاب الحسين.